بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بنبدأ بالدرس الأول مع الصف الثامن، كتاب بيوبلز بوك موديل 1. التايتل أو العنوان Keeping a traditional Arabian craft alive. Keeping a traditional Arabian craft alive. هلا هون عندنا keeping، هاي هون مش فعل، وهاي لكن هاي مصدر، اسم مصدر. traditional اللي هي المهن التقليدية أو تقليدي، Arabian crafts اللي هي المهن العربية، alive إنها ما زالت موجودة إلى الآن. فكيف ممكن نحط عنوان للدرس؟ الحفاظ على المهن التقليدية العربية. let's read، دعونا نقرأ ونشوف عن إيش الدرس بيحكي. لدينا vocabularies اللي هم الكلمات، مع الكلمات في البوكس هذا الصندوق نقرأها. accessories معناها اكسسوارات. to collect لجمع. disabled اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. disabled ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم المقعدين، اللي عندهم مشاكل وإعاقة معينة بنسميهم disabled. attractive جذاب. handmade اللي هو صناعة أو عمل يدوي، صناعة يدوية أو العمل بالإيد. هاند ميد اللي هي الأشياء أو السبجكتس، الأشياء المعمولة باليد بنسميها هاند ميد. municipality اللي هي مجلس البلدية أو الحكومة أو الأمانة، إحنا عندنا ممكن نسميها الأمانة أو مجلس البلدية municipality. let's read. a woman with a vision. فيجن معناها رؤية. فإيش هون نحط عنوان الدرس؟ رؤية نسائية أو رؤية امرأة. طيب رؤية امرأة أو حلم امرأة، أو إيش النساء، واحدة من النساء عندها حلم معين أو رؤية معينة أو هدف معين. A woman with a vision. Hello, welcome to the حليمة السعدية سنتر. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في مركز حليمة السعدية. الآن مطلوب في هذه الفقرة complete the subject with the correct form. إن نكمل، عنا حطينا بكونوا بين أقواس، زي هون بين أقواس الفعل the verb، عفوا complete the verb with the correct form، إننا نكمل الفعل في الفراغ بالشكل الصحيح اللي هو present or past or present continuous. طبعا في الوحدة الأولى هون عندكم مراجعة على الجرامر اللي هي للمضارع tense، present tense والpast tense والpresent continuous tense. فهلأ مع بعض بدنا نعمل مراجعة revision بسيطة ل الverbs الموجودة في الارتيكل هاي أو الفقرة هذه. نبدأ. I am أم عيسى. أنا أم، عفوا، I am أم عصام. أنا أم عصام. هذه المرأة، this woman her name is أم عصام. okay. why I sit، يبقى عندنا الفعل هون sit وI. هلأ هون طبعا هي بتحكي عن حالها، انه لماذا انا اسست هذا المركز. يبقى هون sit هون في الفعل الماضي المضارع، هذا هم معطينا اياه في الفعل المضارع، فيبقى احنا بنستخدم الفعل الماضي. هي بتحكي عن حالها لماذا انا اسست هذا المركز، فيبقى ايش بنستخدم؟ السمبل past. يبقى بيكون عندنا why I sat up this center. هلأ هون sit معناها يجلس، لكن هون
في الفقرة هاي بتعطيك معنى لماذا أسست أو لماذا وضعت أو لماذا عملت، فبتعطي هذا المعنى. فيبقى من هون الماضي من ست why I sat up. sat up معناها على بعض، أسس أو عمل أو أنجز. why I sat up this center، لماذا أسست هذا المركز. I begin، طبعا هون begin غلط لأن هي بتش عمالها تحكي عن حالها في الماضي، عمالها تحكي عن مشروعها كيف بدأ، يبقى بنستخدم السيمبل باست. I began collecting traditional objects and clothes 45 years ago because I wanted to save our traditions. يبقى في عندنا هون جمل مفتاحية، منها بنقدر نعرف التنس، الصيغة اللي لازم نستخدمها في الكلام. هون مستخدمة 45 years ago. ago هاي من الكلمات المفتاحية للفعل الماضي. لما تيجي بدنا نعرف امتى نستخدم فعل الماضي بكون عندنا جمل مفتاحية او كلمات مفتاحية، هاي منها. فيبقى ago معناها مضت. يبقى 25 او 45 سنة مضوا. اوكي، 40 اللي هي 40، 45 سنة مضت. يبقى هاي من زمان، يبقى بستخدم الفعل الماضي. I began هيئتها I began، يبقى begin في البريزنت في المضارع، began. I began collecting traditional objects and clothes 45 years ago. بدأت بتجميع collecting، بتجميع الأشياء التقليدية والملابس منذ قديش؟ 45 سنة. Because I wanted to save our traditions، لأنني أريد أن أحافظ. I wanted to save، أحافظ على التقاليد، تقاليدنا، our traditions. 25 years ago I started my own business. شايفين برضو هون، يبقى هاي كلمة مفتاحية برضو استخدمتها للحديث عن الماضي. يبقى هي منذ 25 سنة مضت، منذ 25 سنة بدأتها. شايفين started فعل الماضي، بدأت عملها الخاص own business my own business. يبقى هي بتحكي عن حالها منذ 25 سنة، أنا بدأت عملي الخاص own. later بعد ذلك، later I realized I could also help poor women to start their own businesses. فيما بعد، later فيما بعد، هي اكتشفت أو عرفت أو قدرت تعرف إن هي تستطيع، هاي في الماضي، شايفين could الماضي من كان، إن هي تستطيع أيضا مساعدة النساء الفقيرات، poor women، poor woman النساء الفقيرات، ليبدأوا عملهم الخاص their own businesses أو أعمالهم الخاصة. People always liked their traditional clothes that I am wearing. هلأ هون الناس دائما يعجبون بالملابس الشعبية أو الملابس التقليدية التي ألبسها. طيب هون بما أنه في عندنا always، يبقى برضو نستخدم simple present. يبقى إيش يكون معنى الكلام؟ الناس دائما يعجبون بالملابس التقليدية أو الملابس الشعبية التي ألبسها، that I wear. أوكي، ممكن تحطوها برضو، تستخدموا لها I N G، that I am wearing. This is how I got the idea to design clothes. هذه هي أو هذه
الطريقة التي أخذتها لتصميم الملابس، أو هذه فكرتي لتصميم الملابس والإكسسوارات و small bags الحقائب الصغيرة للموبايل for mobile phones للتلفونات و small carpets and furniture والسجاجيد أو اللي هم الحصيرة أو الحصر الصغيرة و furniture اللي هي المفروشات. I knew how to make a traditional handicrafts because I قبل ما نحط الفعل هون يبقى هون نقول I knew، يبقى هي برضو هون عمالها تحكي عن الماضي فاستخدمت ال past tense أو simple past tense الماضي البسيط. يبقى I knew how to make traditional handicrafts، يبقى أنا عرفت كيف أعمل المهن أو الهانديكرافتس اللي هي المشغولات التقليدية، المشغولات التقليدية because كيف هي عرفت أو من وين هي عرفت because I learned، يبقى هون هي لساتها ما زالت في زمن الماضي، يبقى هي عرفت وهي هون تعلمت، يبقى ايش يكون الجواب؟ I learned، هاي انا حطها هون الجواب. I learned the skills from my mother and grandmother، انا تعلمت المهارات، مهارات صنع الهانديكرافت من امي وجدتي، يبقى هون مهارات skills. I watched لساتها هي ما زالت في زمن الماضي. I watched my mother work from the times، يبقى انا شاهدت امي تعمل. هلا هون بدها تحكي عن حالها في الماضي. From the time I was، يبقى هون الماضي من be، هذا الverb to be، الماضي من be was بتحكي عن حالها. I watched my mother work from the time I was 8 years old، يبقى أنا شاهدت أمي تعمل منذ الوقت الذي كنت 8 سنوات، يبقى منذ كان عمري 8 سنوات وأنا كنت أراقب أو أشاهد أمي وهي تعمل في الهاند كرافتس. يبقى هون نستخدم الماضي من be اللي هو was، I was للمفرد، وللمتكلم نحكي was. My aim however is to protect our tradition، يبقى كان هدفي هو لحماية أو الحفاظ على التقاليد، protect حماية أو الحفاظ على التقاليد. الآن هون في عندنا نفي، هلا هي بتحكي عن حالها، هلا يبقى بدها تستخدم simple present tense، بدها تحكي عن حالها هلا هي شو بدها او شو بتحب او اللي هي بنسميها الامور اللي فيها تكرار، فبنستخدم simple present. يبقى I هون not want، هاي نفي، يبقى ايش الفعل بدنا نحطه؟ يبقى I don't want، don't want أنا لا أريد، يبقى I don't want، I don't want to keep my knowledge to myself، لا أريد أن أحتفظ بالمعرفة، knowledge معرفة، لنفسي، to myself لنفسي. يبقى هون تستخدم إيش؟ ال present simple لأنه في حقائق، بتحكي عن حقائق، فلما تحكي عن حقيقة نستخدم الـ present tense أو الـ present simple tense المضارع. يبقى هون not want، يبقى وين الفعل؟ لازم هاي subject، يبقى لازم يكون الفعل، وهون الفعل نفي، يبقى نسميه الفعل المساند. يبقى I don't want to keep my knowledge to myself، لا أريد أن أحتفظ بالمعرفة لنفسي. So لهذا I decided to give courses on traditional crafts to poor women، لهذا قررت
أن أعطي courses كورسات في المهن التقليدية to poor women للنساء الفقيرات The town municipality also helps me by providing all the materials we need. أيضا المجلس البلدية أو الأمانة ساعدتني بتزويد كل الماتيريالز المواد اللي بنحتاجها. يبقى ماتيريالز مواد، providing تزويد يبقى بتزويدنا كل المواد اللي بنحتاجها. I also help disabled people by showing them how to make simple but attractive handmade materials. هي أيضا ساعدت disabled النساء ذوي الاحتياجات الخاصة بالخلال تعليمهم كيف يصنعوا simple but attractive handmade materials، يعني مواد بسيطة لكنها جذابة. يبقى مواد صناعة يدوية بسيطة لكنها جذابة، هيك بنقرأها، مواد صناعة يدوية بسيطة simple but attractive لكنها جذابة. And we all enjoy spending time together. ونحن جميعا سعدنا أو استمتعنا بقضاء الوقت معا. Spending قضاء، وهو برضو قضاء، هذه اسم spending time قضاء الوقت معا. يبقى أيضا استمتعنا بقضاء الوقت معا. نقرأ آخر فقرة طريقة متصلة. I also help disabled people by showing them how to make simple but attractive handmade materials. And we all enjoy spending time together. أرجو أنه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وأراكم إن شاء الله بالفيديو التالي لنفس الصف الثامن، لنفس الدرس الأول لموديل 1 لمراجعة لجرامر صفحة 9. طبعا هذه الفقرة كانت صفحة 8، وشكرا لكم.